السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شو الأخبار؟ إن شاء الله بخير. معكم عز الدين من قناة ذا ليدر، رجعت لكم بالحلقة الخامسة من لعبة تابز. قبل ما نبدأ من المقطع، لا تنسونا باللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. خلونا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلنا بالحلقة الماضية لهي المرحلة. شايف عندهم هون عربيات وماموث. أتوقع أني بحط أول شي هون تنتين باليستا، ولا الكون هون رح يموتوا الباليستا ولا. طيب اذا حطينا واحدة باليستا هون، اوكي واحدة باليستا، بس مشان ما تقلتش خليني احطها، لا مو فوق، راجع تحت هون. تمام، هي لازم يقتلوا الماموث تنتين وبعدين بنحط لهم. والله ما نعرفان الصراحة، اتوقع ارشر من فوق بيفيدونا قد ما كان بيفيدونا يعني. خلينا نوزعهم، معلش. طيب اوكي خلينا نبدأ نشوف. انا لازم اتحكم بالباليستا، لازم اتحكم بالباليستا. قتلنا الفيل، حلو. الطرف الثاني شو صار فيه؟ لا لا لا، اتكسرت الباليستا وتكسرت الدنيا كلها، ما ضللنا غير هذا والباليستا عليه، والباليستا عليه. معناتها بنروح لشو؟ لابو الارشر. اجوا حيفقعونا لانه اخ مات. لا لا، خطة سيئة، خطة سيئة والله يا شباب. عم بتوقع انه مالي غير الفالكوري ممكن يفيدوني بما انه بيطيروا هنين. ما بعرف صراحة شو اللي حيصير، اتوقع انهم ماتوا. هلا اول ما موت مات وقتلوه هدول، حلو. ضل ما موت وضل اربع فالكوري، والله ممتاز. واخيرا فزناها. سلاح الارض لازم تواجب سلاح الجو، ما في غير الحل. هيك هيك، الله والله شوي ولا هاد. اوه انا حط معه ثور في المقدمة. حلو. اي اي، اوه ايزي وين، حلو راس لراس. طيب لا، باليستا كتير بطيئة. ما رأيك بأن تنشوي يا صديقي؟ شبه هون هدول، بس عم يضربوه يا ترى ولا هيك بس عم ينطوا مقلدشين. متنا متنا متنا، فكرة سيئة جدا. طيب خلينا نشوف هذا، بالله قوي بما فيه الكف. اي اكل كف. لا التحكم فيه جدا غبي. كفو، والله ضربته ضرب جد بقلبه. هدول تبعات السم. تبعات السم، دواكم عندي. تعالوا ها دواكم عندي والله. لا ما بدي، اعطيني كله ارشر. دواهم عندي، يلا 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 عالطير. لا كأنه فجرنا حالنا نحن يا شباب، ما اتفقنا هيك.
كله لازم يطير. يلا كله لازم يطير. ماتوا خلصة ايزي ايزي، عرفان هيك حركة هيك شغلات، ما بتحتاج غير ارشر مالك. هدول اتوقع انه باليستا واحدة ممكن انها تشيلهم كلهم، اتوقع. لا ما اتوقع ما اتوقع، نسيت انهم بينطوا. سوري. طيب اذا حطيناها هون ارمي. شت، ارمي ارمي، تكفى قبل ما يوصلوا. ارمي، متنا. ما تمشي، ما يمشي الحال، باليستا ما يمشي الحال، لازم نحط لهم الارشر كمان. انا هدول الارشر اوه بيعجبوني جدا، خليني اخذ هاد بس. متنا 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 متنا. عيد عيد عيد. ارشر لا، ارشر لا. والله شكله المونكي، تتوقع مات. بموت ولا بضل عايش؟ موت ولا بضل عايش؟ بضل عايش. ممتاز الكينج مونكي، ممتاز جدا. يعني روحهم على الاخر. ثور ثور يا ثور. والله ما بعرف شو بدي احط لهم. طيب طيب مشكلة، ما مكفيني انا الثور اللي عندي، ما مكفي. طيب مموت، زلنا ثلاثة مموت، ونحط معهم تنتين بلست، واحدة بلست. لا ولا واحد ثور ولا هاد تبع الأفعى. لكن بتوقع الثور أقوى بكتير. أنا ما بعرف والله الثور أقوى ولا الماموث أقوى. ماتوا ماتوا. لا هلا هاي فعلا صعبة، أصعب بكتير من اللي قبلها. تتوقعوا أربع مانكي بيقدروا لهم؟ والله ما 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 بقول لا. حلو، شايفين هاي الحركة؟ هلا هون بلش الاستنساخ معلم، وبلش الخبط والضرب. يلا يلا ما أتوقع نفوز. ماتوا اثنين ثلاثة. أوه إيزي وين، إيزي وين. فزنا 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 فزنا. أصواتهم أصواتهم رهيبة. يلا قتلوا هو واحد باقي. خلص هاي هي هاي هي. يلا اللي بعده. واحد ضد واحد. شو راح يصير فيه؟ ثلاث اسهم. برم تعال انت، تعال انت، بما انه هو علق نعطيه واحدة من هون. يا شباب لا تقصروا يا شباب، حياكلني انا. ايه ايه لا 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 اسف. اشرد 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 شوي. خذ هاي خذ هاي. يلا يلا يا ملقوف. والله سريع بعتلني. لا خابت خابت خابت. طيب وينهم الجدبان اللي معي؟ وينهم؟
والله شكلي راح اكل ضرب هلا. قتلون قتلون. طيب شو رايك؟ لا شوفوا هذا نفسه اعطيني 830، يعني هو 850. طيب هاخذ هاي واحد هاي واحد وهاي واحد، ان شاء الله يقدروا يفقعوا وجهه لهالدب ال ايه 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 فالكوري ايه. حلوة هاي، هاي حلوة. و... طيب هدول فالكوري هدول شو؟ غراب. والله هاي صعبة يا شباب، صراحة هاي صعبة جدا، لكن اتوقع انه الكينج مونكي اربعة منهم بيوفوا بالغرض، ما بعرف خلينا نشوف. ماتوا 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 فورا. طيب شو رايكم بالفالكوري؟ يلا يلا شوف، يلا الأكثر بيفوز، يلا يلا شوف. يا حرام شو صار فيهم يا حرام. طب ليش متوزعين على الجبل يعني؟ والله شكلكم تبون شوي شوي. شوي تايم. والله غير اعمل منكم فريج لا ترضوا. خذوا هذا زياد خير. منين نزل هذا الماموث؟ رحمة لوالدك. منين نزل هذا الماموث؟ قتلوه مات. شوف هذول شو عم ينطوا. شو عم ينطوا؟ بدري شو اللي فوق. استنوا 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 استنوا، هم بينزلوا لكم. استنوا استنوا، طولوا بالكم. ماتوا ماتوا ماتوا. الله يرحمكم. والله شو هذا اللي فوق. نايس. بس هذول اللي هم عم يرضوا ينزلوا بقى. تعال لك انت. لا مو انت انت انت. لك تعال هون يا الله. طيب هذول مقلتشين فوق، لازم لازم نغير الخطة شوي. ثواني هلا هذول اثنين ما لهم شغل. اول شيء لازم نحط بدالهم فالكري. أربعة فالكوري هدول خليهم بالأخير يجوا. خلينا أول شي نشوي ونخلص هذا الماموث اللي نازلي من السماء. أيوة هيك الماموث لازم لازم ينشوى شوي. حلو مات الماموث. هلا بقى بنفضلكم انتو للي فوق، انتو يلي فوق هلا بنفضلكم بقى. يلا ها اجولكم الفالكوري. والله اجولكم. ها حلو. باقي واحد اثنين باقي اتوقع هداك بس اللي راح ينشوى يا حرام. حرق حرق انشوى خالص. ايزي ايزي. والله جيش التنانين يا شباب. فالكوري. طيب ما رأيكم بجيش من الفالكوري؟ ما رأيكم بهذا الجيش من الفالكوري؟ يلا ايزي وين ايزي وين. انتو عم تخلوني اني استخدم الفالكوري، لكن هدول والله هدول اللي تحت بدوخوا الدنيا. طب بقدر استخدم فالكوري؟ والله حتموت هاي.
ماتت؟ ازاي؟ ازاي متنا ازاي؟ معناته جيش الفالكوري قد ينفع منه 3 أو 4 أو 5 أو 6، ولكن الباقي يجب أن يتدمروا. لا هاي شو إلى طعمة؟ هيك أتوقع أنه بنفوز إن شاء الله. ما أتوقع، لا ما أتوقع أبدا. ممكن أن نفوز وممكن أن لا نفوز، ولكن سنفوز إن شاء الله، لأنه ما بقي غير هذا الأجدب اللي عم يركض بالعرباية. هاكل ضرب هلأ على وشه خالص. هاي هي أحلى شي. نايس أبو عرباية، معي ألف. شو بتتخيلوا أني ممكن أحط له؟ وممكن ما لحق نضربه، لذلك رح نحط هيك. تعا انت تعا، ما في شي فقع، في شي طار. يلا موت انت موت. لا 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 لا، خرب بيتك شو سريع. اكلت بوكس. المدفع اللي اكله. اوه حلو، هات لي بعدها يلا. حلو، جهزت هدول، حطيت التانيين ضد الملوك، نشوف شو راح يصير. اتوقع اني بفوز، اتوقع لاني حطيت معهم مانكي. شوفوا كمية الشوي، شوفوا كمية الشوي اللي صارت خالص. احلاها، حلوه حلوه حلوه، جيش التنانين الخارق. ولهون اخواتي بكون وصلنا لنهايه الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم واستمتعتوا فيه. لا تنسونا من اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.